اهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وتتابعوا معي هذا الفيديو هذا حتى النهايه ديالو. من الدروس يعني المهمه، وهذا الدرس هذا العنوان ديالو هو ديال الجروب نومينال، يعني لاكور دو جروب نومينال سوجي اي دو فيرب. فوالا، دونك قبل ما نبداو كنتمنى انكم ديروا لايك، ما غاديش يكلفك حتى شي حاجه، دير لايك واشترك في القناه وفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال القناه، وشكرا جزيلا. دونك لاكور دو لو جروب نومينال سوجي اي دو فيرب، لو جروب نومينال سوجي كوموند لو فيرب، بمعنى ان الفاعل بالعربيه الفاعل كيتحكم في الفعل، يعني الصرف ديالو وكيغيرو من طبيعه الحال. فوالا، دونك لو جروب نومينال سوجي هو الجمله الاسميه، كوموند يعني كيتحكم في لو فيرب. غادي تفهموا هذا الشيء مع مرور يعني الفقرات ديال الدرس. دونك اون دي غير باش تفهموا العنوان، كنقولوا بان لو فيرب ساكورد افيك لو جروب نومينال، يعني ان لو فيرب كيتبع لو جروب نومينال سوجي، كيتصرف على حساب لو جروب نومينال سوجي. فوالا، كيف ذلك؟ غادي نعطيو بعض يعني المثال الاول البسيط غير باش تفهموا يعني الدرس. اولا، كيف يمكن ان نعرف يعني الفاعل، لو جروب نومينال سوجي، الجمله الاسميه ديال الفاعل في الجمله، كيفاش ممكن نعرفوه؟ ممكن نعرفوه بطرح السؤال او السؤالين التاليين، كي اس كي بور لي بيرسون، بالنسبه للاشخاص. لما كيكونوا شخص او اشخاص قبل لو فيرب هما اللي داروا لو فيرب، كنطرحوا السؤال كي سو كي، هو اللي غادي يعطينا الجواب ديالو، غادي يورينا شكون هو الفاعل ديال الفعل، شكون اللي دار الفعل. ولا كان شيء شوز ولا انيمال ان انيمال اتسيتيرا الى اخره، فاننا كنستعملوا كي سو كي. الفرق بيناتهم هي هاد كو كنقولوها لي شوز لي زانيمو اتسيتيرا، كي كنقولوها لي بيرسون. هاد السؤال هذا الا درناه قبل لو فيرب، الجواب ديالو كيعني هو السوجي ديال لو فيرب. متفقين؟ فوالا، دونك غادي نعطيو واحد المثال الاول. مثلا لي غارسون ام لو بالون، يعني لو فوت. لي غارسون ام لو بالون، غنطرحو السؤال، لان لي غارسون سون دي بيرسون. كي سو كي ام لو بالون، كي سو كي ام لو بالون، شنو هو الجواب؟ هو لي غارسون. لي غارسون، دونك كما قلنا لي غارسون، دونك هو لو جروب نومينال سوجي، هو الجملة الإسمية اللي يعني السوجي هو الفاعل ديال ام لو بالون. فوالا، السؤال الثاني أو المثال الثاني، لو لابان مونجي اون سالاد. غادي نطرحوا السؤال هذه المرة، هذه بويسكي ساجي دان انيمال، لو لابان سان انيمال، غادي نقولوا كي سو كي، كي سو كي مونجي اون سالاد، كنديروها ونديروا لو فيرب. دونك الجواب هو لو لابان مونجي اون سالاد، دونك لو لابان هو لو سوجي، لو جروب نومينال سوجي. فوالا، اذا الى حد الان بغينا بهذه الفقره هذه باش كيف نكتشف الفاعل او لو سوجي ديال واحد لو فيرب في اي جمله، سواء كانت بسيطه او لا مركبه. فوالا، دابا غادي ندوزو لاكور. لي غارسون، قلنا لي غارسون، فوالا هو البلوريال، سون بلوريال يعني الجمع. دونك خصنا نصرفو كذلك لو فيرب ام في البلوريال، غادي نصرفوه في البلوريال. لي غارسون درنا ليها اس، وبالنسبه لام درنا او ان تي. هذا لهذا السبب تنقولوا بان لو فيرب ساكورد افيك سون سوجي. او ان تي، فوالا، او ان تي علاش زدناها لو فيرب؟ لان هنا عندنا لو بلوريال، البلوريال كنعرفوه باس، لي غارسون باس، دونك ام خاصها تتبع
le sujet. C'est qu'on juge il a qu'un hada pluriel, hada c'est qu'on pluriel. Ça veut dire que le verbe s'accorde avec son sujet. Qui te fait le yani le fa'il. Voilà. D'abord, il a qu'un hada غير واحد. Le sujet, يعني غير واحد. غادي نحيد de S. Le garçon, anhi de S, le enna, adna, une seule personne, chaque wahid. Il est, mais je suis pluriel, c'est un singulier. C'est un singulier, bi ma'na mufrad, wahid. Fil-woul, chfna, al-jama'a, pluriel, gaba, mufrad. Donc, radin, hi de NT, le enna, diel pluriel. Mais ma radish, tchbqa, NT, diel pluriel, radin, radto, ahtaya, singulier. أمرتها singulier اللي هي مفرد. Donc le garçon aime e. هذا لهذا السبب كذلك نقول بأن le verbe s'accorde avec son sujet. ببساطة le verbe كيمشي مع الفاعل كيتصرف على حسب الفاعل. Très bien. الآن هنا ممكن plusieurs groupes nominales, sujet et la canadna matalan. L'adna, plusieurs groupes nominales. Qu'est-ce qu'il y a ni hada? Il y a ni bzaf diel le fawa'il, il y a sahat ta'bir, le jam'a diel fa'il, la canadna bzaf diel fa'il, daru fi'il wahid. Matalan, il y a ni bl'arabia, fa'ilaini ou akhtar, li nafsi l'fi'il, daru nafsi l'fi'il. Matalan, le petit garçon et son frère regarde les jouets. D'abord, finalement, le sujet 1, le petit garçon. Le sujet de Tani, son frère. On a fait le jumelé Hadi, qui a donné le petit garçon et son frère. D'abord, on a donné le petit garçon, on a rien mon frère. Il est au singulier, ou au sujet 1. On a donné Hadi à mon frère, Kadalik. ولكن الجمع بجوجهم غادي يعطيونا بلوريال دونك غادي نديرو ان تي بالنسبه لو فيرب غارد ما غاديش نخليوها كما كانت ما غاديش نخليو ما غاديش نديرو المفرد ما غاديش نديرو هنايا لانه كاين اللي غادي يعتقد بان لو بوتي غارسون هذا مفرد هذا مفرد غيدير حتى لو فيرب يصرفو في يعني في المفرد نو غيزيد ان تي لان هذا زائد هذا غيعطيونا الجمع بلوريال فوالا دونك غارد افيك ENT, le pluriel. Donc, deux sujets, juge, dit le fa'ilain, le fi'il wahid. De balax, dit le hamasalam. Le plusieurs verbes peuvent s'accorder avec le même groupe nominal. Ashkirni hada. Natomitel, les élèves observent interprète, discute. Est-ce qu'il y a ça? Plusieurs verbes peuvent s'accorder avec le même groupe nominal sujet. Il y a ni bzaf diel les verbes qui تبعوا نفس الجمله الاسميه نفس الفاعل عندهم نفس الفاعل بحال هذا المثال هذا les élèves دابا هو le sujet groupe nominal sujet هو les élèves عندهم داروا بزاف ديال الافعال observe, interprète, discute et discute. Voilà. Donc, on a le groupe nominal sujet, on a un seul sujet, mais il est au pluriel. Chacun dit les verbes, classe dit les verbes, trois verbes. Donc, radin diro, radin au pluriel. Même en hada, ntarjmo l'arabia. التلاميذ يلاحظون يؤولون ويناقشون ويناقشون إلا لاحظتوا هنا التلاميذ اللي هما لي زيليف نفس السوجي ولكن بزاف ديال لي فيرب اشنو اللي خصك تفهم من هنا هو ان بالرغم ان عندنا ان سو سوجي غير فاعل واحد هو لي زيليف عندنا تروا فيرب كلهم خصهم يتصرفوا بالبلوريال ENT ENT ENT
parce que les élèves راه في البلوريال ما غاديش نديرو فقط لي زيليف اوبسيرف ان تي وهادو نصرفوهم مثلا ب او او كانهم مفرد نو خصنا نردو البال لما كيجيونا لي فيرب متابعين لي ان سول سوجي دارهم كلهم كيتبعوه في الصرف ديالو هذا مفهوم هادشي دونك او ان تي او ان تي او ان تي بوكوا لاقاش لي زيليف الي او بلوريال بحال ايل افيك اس عندنا لي زيليف كنحاول نبطا باش يعني باش تفهموا مزيان فوالا السؤال اللي كيخلق مشكله بزاف ديال التلاميذ خصوصا في البريمير ولا المبتدئين هو comment remplacer le sujet par un pronom d'abord le sujet كاين عندنا السوجي كاين برونوم راه لو برونوم هو الضمير هو بحال انا انت هو يعني نحن انتم هم مثلا في العربيه هادو ضمائر ديال بعض الاشخاص اللي ما قلناهمش لو سوجي هو هما داك لو سوجي ديالهم هو داك الفاعل فاش كنذكروه بلا بيرسون ديالو كيتسمى سوجي يعني غالبا ولكن البرونو هو الضمير ديالو غير كناية على لو فيرب مثلا محمد هو السوجي فاش نديرو إل سي ان برونو ديالو الضمير ديالو هو البرونو متفقين إذا كيف نعوضه غادي تفهمو مزيان نعطيو بعض الأمثلة وانتم غادي تحاولوا تجاوبوا في نفس الوقت مثلا les enfants recherchent ou la cherchent Nadir جملة ثانية les villes du Maroc sont jolies مدن المغرب كلها جميلة ton frère et toi êtes en vacances أنت وأخوك في عطلة Samir et moi sommes allés دابا شوفوا معايا مزيان دابا لا بروميير فراز ما بغيناش نذكروا لي زونفون باش غادي نعوضوها اش من ضمير اش من برونو باش نعوضوه لان هذا كيخلق مشكل للتلاميذ خاصه كما قلنا البريمير لي زونفون باش غادي نعوضوها واش جو ولا تي ولا ايل سون اس ولا نو ولا فو ولا ايل افيك اس ولا ال افيك اس باش غادي نعوضوها لي جاوب صحيح على هادشي يديرنا في التعليقات مثلا دونك لي زونفون غادي نعوضوها باش بإل افيك اس لما كتلقى لي زونفون بحال الشكل هذا كنعوضوه بإل نقولو إلا غوشارش فوالا دابا لي فيل دو ماروك سون جولي ماذا سنقول نعوضو لي فيل باش نعرفو واش ماسكولين ولا فيمينا غادي نشوف واش نقولوا لا فيل ولا لو فيل كنقولوا لي فيل دونك فيمينا هو اس بلوريال اش غادي نقولوا ال سون جولي ال سون جولي ال سون جولي تري بيان دابا غادي ندوزو للثانيه وهي طون فخير اي توا ton frère et toi en vacances هنا ton frère et toi كنتكلم معك دونك هذا جمع السن بلوريال دونك ات en vacances اش غادي نقولوا vous êtes en vacances vous êtes en vacances دونك غادي نعوضوا ton frère et toi ب vous غادي نديروا vous بلاصه هادي ton frère et toi انا كنتكلم معاك دابا سمير اي موا سوم الي سمير اي موا دابا كنتكلم عليا انا وسمير غادي نقولوا شنو هو البرونو اللي غادي نستعملوا باش ما نعاودوش نكرروا سمير اي موا غادي نستعملوا لو برونو ياش نو سمير اي موا غادي نعوضوها ب نو غادي نقولوا نو سوم الي نو سوم الي علاش هاد الفقره هادي مهمه لان الكثير من التلاميذ
كيتسنى دائما لانه حافظ لي برونون كيحفظ جو تي ايل نو فو ايل ال كيحفظهم ولكن لما كيتبدلوا ليه في لي فراز كيلقى لي زونفون ولا لي فيل ولا شي حاجه بهذا الشكل هذا طون فرير اي توا بحال هاد الامثيل هادو ما كيعرفش شنو هو البرونون باش غادي يعوضوا وكيولي ما تعرفش كيفاش يصرف لهذا هذا الجزء هذا مهم الان الفوفا اتونسيون لواحد المساله لو جروب نومينال سوجي بو اتر افون ولا ابري ولا لوان دو فيرب اش كيعني هذا لو سوجي ماشي دائما كنلقاو السوجي وتابعوا مباشره من موراه لو فيرب ماشي دائما لو سوجي كيجي من موراه مباشره لو فيرب راه ممكن لو جروب نومينال سوجي il peut être avant يقدر يجي قبل لو فيرب كما الحاله العاديه اللي كنعرفوا ويقدر يجي من مورا لو فيرب ويقدر يكون الفاعل بعيد عن لو فيرب متفقين نعطيو امثله ce chat est très intelligent هذا القط يعني جد ذكي هي الحاله العاديه لو غروب نومينال هو سو شا جا قبل من لو فيرب اللي هو لو فيرب اترنايا جا قبل منه اذا افون المثال الثاني دو بارتو اريفي دي كوريو دو بارتو اريفي دي كوريو كوريو هاد فين هو لو سوجي هنايا رديو البال هنايا لو سوجي تنديروه بالاحمر اريفي دي كوريو راه ماشي دو بارتو هي لو فيرب هي لو غروب نومينال نو راه لي كوريو هما لو سوجي ديال لو فيرب اريفي هذا مصرف في لامبارفي دو بارتو اريفي دي كوريو تقدير ديال الجمله دو بارتو دي كوريو اريفي الا بغينا نردوها بحال هاد الاولى هادي دونك دو بارتو اريفي دي كوريو دونك هنا لو غروب نومينال سوجي جا بعد لو فيرب من موراه ها لو فيرب ها لو غروب نومينال المثال الثالث ديال اللي كيكون بعيد سون بارتي اون بروميي افيك لور بروفيسور تو لي بلو جون فوالا دونك فين هو لو فيرب سون بارتي le verbe partir في الباسي كومبوزي فينا هو لو سوجي راه ما جاش قريب ليه شوف اون بروميي افيك لو بروفيسور لو بروفيسور تو لي بلو جون اذا شوف لو سوجي بعيد هو الاخر و لو فيرب هو الاول تقدير ديال الجمله الا بغينا نديروها بطريقه اللي هي سهله بسيطه اللي كنعرفوا غنقولوا تو لي بلو جون سون بارتي اون بروميي avec le professeur ولكن فقط غير باش ما تسناش ان دائما يكون السوجي وتابعوا لو فيرب مباشر متفقين فوالا غادي نعطيو ان اكزيرسيس هذا في الكتاب المدرسي غادي نخليه لكم باش تجاوبوا عليه وغتجيبوه ليا مثلا في الكومونتير دابا اكورد le verbe entre parenthèses avec le groupe nominal sujet. بمعنى هالسؤال هالمثال الاول السؤال الاول الثاني الثالث الرابع هنا سي زانيمو غادي تصرف لو فيرب اي دوميستيك غتصرف لو فيرب اي هنا دو في غتصرف هاد دو في هذا في لامبارفي لامبارفي هذا في البريزون لو فيرب اتر في البريزون دو في لو فيرب devoir l'imparfait nous les jeunes de acharandeon sarfou hada كذلك في لامبارفي وردوا البال nous les jeunes كي اش غادي نديرو nous ولا les jeunes ردوا البال مزيان باش فهمو faire beaucoup d'efforts السؤال سي font le verbe faire écologiste اتصرف هذا لو فيرب هذا في نفس لو طون فاش مصرف font des recherches pour protéger l'environnement غادي تكتبها هنايا دابا وحده فيهم غادي ديرها هنا
والثاني غدير هنايا لو فيرب افي فين مصرف وبوفي فين مصرف اش من طون فاش مصرف اذا لي زونفون غتصرف غادي دير وحده فيهم صرفها في نفس لو طون اون غروند فولونتي اي واش غنديروا هذا هنا وهذا هنا او لا غادي نبدلوهم اي غادي نصرفوا كذلك لا لو فيرب الاول ولا الثاني ريوسيغ لوغ ترافاي كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا واللي فهم وجاوب لي على هذه الاسئله هذو يعني بمعنى انه راه فهم الدرس مزيان شكرا على المتابعه ما تنساوش ديروا لايك للفيديو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته